وصل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخارجة وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وصل حضوره القوي في بطولات الترايتلون وتحقيقه لنتائج الباهرة بعد أن تمكن سموه من تحقيق المركز السادس في الترتيب العام والثاني على مجموعته في بطولة دبي الدولية للترايتلون والتي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة وسط مشاركة 1400 مشارك من مختلف دول العالم. واستطاع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن ينهي السباق البالغ مسافته السباحة لمسافة كيلو ونصف الكيلومتر والدراجة لمسافة 80 كيلومتر والجري لمسافة 10 كيلومترات والفنية والعالية التي يتمتع بها سموه والاستعداد الخاص للبطولة بالإضافة إلى تحضيرات سموه الجادة لبطولة الشرق الأوسط للترايتلون والتي سوف تقام في مملكة البحرين في 25 من نوفمبر الجاري. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بعد نهاية السباق: أنا سعيد جدا بتحقيق هذه النتيجة الإيجابية في البطولة الدولية التي شارك فيها نخبة من اللاعبين المحترفين والهواة، وهناك عدة أسباب من أهمها دعم ومؤازرة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من جلالته لتحضيراته قبل البطولة، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في إدخال الحماسة والقوة لإنهاء كافة مراحل التدريبات قبل الدخول في البطولة العالمية. وأضاف سموه أن تحقيق المركز السادس في الترتيب العام للسباق الدولي والمركز الثاني على مستوى المجموعة التي أنتمي إليها هي نتيجة رائعة جدا وتدعو إلى التفاؤل في السباقات المقبلة بعد أن تمكنت من الوصول إلى الجاهزية البدنية والفنية وتمكني من تطبيق خطة فنية محكمة جعلتني أحقق المركز المتميز في السباق. وأشار سمو الشيخ ناصر: لقد حققت نتيجة متميزة في البطولة بتحقيق المركز السادس وتعتبر من النتائج التي تبعث على التفاؤل والارتياح بعد سلسلة من التحضيرات القوية والجادة طيلة الفترة الماضية للوصول إلى تشريف المملكة في هذا المحفل الرياضي الكبير الذي وضع البحرين مركزا لرياضة الترايتلون في الشرق الأوسط. وبين سموه أن بطولة الترايتلون لها مكانة كبيرة بين جميع السباقات باعتبارها الأقوى من كافة النواحي ويدرك المشاركون فيها قوة المنافسة على تحقيق المراكز المتقدمة في السباق في ظل ما يتمتع به المتسابقون من قوة بدنية عالية. وقد خاض المشاركون تحضيرة مغايرة تماما قبل البطولة الأمر الذي أعطى الجميع المساحة الواسعة للمنافسة على اللقب. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: بعد الإنجاز المتميز الذي حققته في بطولة دبي بإمكاني التأكيد على جاهزيتي التامة للمشاركة في بطولة الشرق الأوسط في البحرين والتي ستكون مكانا آخر لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات وتأكيد المكانة التي بات تحتلها رياضة الترايتلون البحرينية على المستوى العالمي. وأشاد سموه بالنتائج التي حققها أعضاء الفريق البحريني في السباق حيث تمكن أعضاء الفريق من تحقيق الأهداف التي شاركوا من أجلها من خلال تأكيد التواجد في مختلف البطولات إضافة إلى اكتساب الخبرة الواسعة في مثل هذه المنافسات، مشيرا سموه إلى أن الفريق تمكن من عكس الصورة الطيبة عن الشباب البحريني المحب للرياضة بشكل عام ورياضة الترايتلون بشكل خاص. وتمكن عضو الفريق البحريني محمد الغيص من تحقيق المركز الثالث في مجموعة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وأحمد البصميط الذي حقق المركز الثاني في مجموعته. بالدراجة أعطيت وقت أفضل ما توقعت الحمد لله، فدفعت شوي زيادة وهذا الشيء مطلوب. في الجري آخر 2 كيلو حسيت شوي بالتعب والإرهاق، تقاصرت إلى بيس 4 دقائق في الكيلو، كنت أركض على 3:50. أنا كنت أبي أركض أمس قلت لك 3:45 بس شايف الحرارة شايف الأجواء لا يمكن الواحد يقدر يركض على هذه السرعة، لكن قدرت على الأقل أكون 5 ثواني أقل من السرعة اللي أنا بيها. لا بأس فيها المطلوب، لكن الدرس اللي تعلمت منه إني الله هدا اللي سبح معاي اعتمدت عليه وضيعني دقيقتين من وقتي، رحنا للبويات العكس، فبدال ما نكون احنا جايين صوبكم رجعنا مره ثانيه محل الانطلاقه،
وللاسف هذه الغلطه انا اتحملها لاني مو بانا اللي كنت اشوف النيشان امامي، كنت معتمد على اللي يمي ومرتاح، لان تعرف ياخذ من طاقتك اذا تطلع برا على الماي وتطالع الهدف وترجع مره ثانيه تسبح، فاعتمدت عليه وضاع من وقتي دقيقتين. يوم طلعت انا متوقع اسوي 24 دقيقه، شفت الساعه شفت انها 26 دقيقه، اضطريت ادفع في السيكل اعوض هالدقيقتين، لكن يعني هذه سباقات دروس، والمهم انك تتعلم من الدروس. نعم. هل سمو الشيخ ناصر يجد نفسه الان في جاهزيه تامه لسباق البحرين؟ نعم، كامل جاهزيتي، وباذن الله الاخبار الطيبه بتلقونها في البحرين. انا اليوم حققت منصه ولله الحمد، فهذا المطلوب. انا كنت ابي افوز امس قلت لك، لكن اتعرف اليوم اول مره في تاريخ يعني في في في, في مسيره رياضتي في الترايثلون اني اشارك مع المحترفين، فاحتل المنصه اليوم، كان شيء طيب وفوق المتوقع ولله الحمد. فيوم دريت ان انا تعبان، التعب مو بس لي انا لكنه على بعض الغير، لان الاجواء تعبت الجميع. اعتقد وجود انجالك طول العمر في استقبالك اكيد نسيت كل الامور هذه. والله انا كنت اجيبهم ابي اعلمهم على اجواء المنافسه، وابي اعلمهم على اجواء الفوز والخساره، ابي اعلمهم على اجواء الاجتهاد، لكن قالوا لي شيء واحد، قال ليش لونها سيلفر؟ نبيها ذهبيه المره الجايه. فاعتقد ان الجماعه خذوا دروس ازيد من حقها، يبون دائما الفوز، اطلعوا على جدودهم على الملك وعلى سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد ايضا. ف يعني الحمد لله الجينات في الوريد اليوم. اذا الوعد في البحرين ان شاء الله. باذن الله نعطيهم الذهبيه، هذا وعد ان شاء الله. شكرا.